السيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، السيد عامل صاحب الجلالة على إقليم الفحص أنجرة، السيدات والسادة ممثلي المصالح المركزية والجهوية والمحلية، السيدات والسادة ممثلي وسائل الإعلام، صناع السينما، الفنانات والفنانون، أيها الحضور الكريم، مرحبا بكم معنا في حفل افتتاح الدورة 23 للمهرجان الوطني للفيلم بمدينة طنجة الذي ينظمه المركز السينمائي المغربي تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل جهة طنجة تطوان الحسيمة مدينة طنجة وكالة إنعاش وتنمية الشمال والخزانة السينمائية المغربية. كيفما كتعرفوا السينما المغربية هذه السنة كان عندها تميز رائع على الصعيد الدولي، وفي هذا الإطار كان لابد على الوزارة أن تواكب هذا العمل، لهذا اخترنا تنظيم متغير على السنوات السابقة في هذا المكان الجميل هنا في هذه المدينة التاريخية. وبالطبع سنة مورا سنة كنحاولوا نتميزوا في تنظيم هذا المهرجان الوطني باش نعطيوه الأهمية، لأن مزيان الاعتراف الدولي ولكن الاعتراف الوطني أهم بكثير، لأن ثقافة الاعتراف خصها تكون عندنا داخل الوزارة وداخل الوطن. وهذا الشيء علاش حاولنا نميزوا يعني هذا المهرجان، ومازال غيكونوا بالطبع نقاط جديدة اللي غنحاولوا نقووا بها المجال السينمائي. وبالطبع كيف ما كتعرفوا كيف ما كيقولوا يعني الثقافة والسينما بالحدود هي مرآة المجتمع، فشحال ما كقويناها شحال ما يعني نبينوا المغاربة حتى يعني التطورات اللي كيعرفها المجتمع. علاش ندور عليكم بعض النقط فقط؟ كيف ما كتعرفوا من 2021 وكنحاولوا نجتهدوا باش نفعلوا المفهوم ديال الصناعة الثقافية والصناعة السينمائية. وأول نقطة كنا خدمنا عليها هي نوصلوا لتاكس ريبيت 30% اللي خلتنا اليوم ولأول مرة في تاريخ السينما المغربية نوصلوا الاستثمارات اللي وصلت لحد الآن وحنا مازال في شهر 10 ل 770 مليون درهم، والتحدي هذه السنة باش نوصلوا من 1 مليار 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 درهم، اللي بالطبع كيف ما كتعرفوا الرواج الاجتماعي الرواج الاقتصادي اللي وراء الاستثمارات الرواج بالطبع السينمائي والخبرة اللي كياخذوها بالطبع التقنيين والسينمائيين اللي كيخدموا كذلك مع المخرجين الدوليين. اليوم انطلقت فعالية الدورة 23 من المهرجان الوطني للفيلم بطنجة بحفل افتتاح اللي تميز بثلاث تكريمات. التكريم الأول كان للسيدة فاطمة الوكيلي السيناريست والممثلة والصحفية، واللي اشتغلت مع مجموعة من المخرجين المغاربة على رأسهم فريدة بليزيد والجلالي فرحاتي وسعد الشريبي وآخرون. التكريم الثاني كان من نصيب المخرج ورائد السينما المغربية سي عبد القادر القطع، اللي في رصيد ديالو مجموعة من الأعمال السينمائية والتلفزيونية. ثم التكريم الثالث كان حظى به المخرج لطيف الحلو بمناسبة عرض فيلم ديالو شمس الربيع في افتتاح المهرجان. المهرجان سينطلق غدا فعاليات متنوعة، موائد مستديرة، المائدة المستديرة الأولى غدا تكون غدا في الصباح حول موضوع مشاركة الجهات في دعم السينما المغربية،
ويوم الأحد ندوة ثانية موضوع الاقتباس الأدبي في السينما، ثم أربع مسابقات، مسابقة للفيلم الطويل الروائي، مسابقة للفيلم الطويل الوثائقي، مسابقة للفيلم القصير الروائي والوثائقي، وجديد الدورة هو المسابقة ديال أفلام مدارس اللي غادي يتبارو عليها طلبة وخريجي مدارس ومعاهد السينما في المغرب. سيداتي وسادتي أعضاء لجنة التحكيم الخاصة بمسابقة الفيلم الروائي الطويل، لجنة بحال شي مشتل، لجنة جميلة جدا بريزيدي أو تحت نقولوا القيادة. أنني عضو في لجنة التحكيم هذا شرف، شرف كبير ومسؤولية كبيرة منوطة بيا، أنني ماشي نحكم على الأفلام، أنني نعطي رأيي في هذه الأفلام، لأن كنقولوا أي عمل كيفما كان هو عمل جيد، لأن الناس سهروا عليه كثير، هذا هو الأهم، ونتمنى أن الجمهور يستمتع بهذه الأفلام المغربية. ما عمرك ما تسألتيش من كيوم اليوم اللي تسألني فيه وتقعد جنيرك؟ أنت؟ أنت غادي نعطيك 100 درهم غير ما تهزنيش الله يرحمك. أمي 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 Nous déclarons ouvert la 23e édition du Festival National du Film. الحمد لله ان كما شفتوا ان الدوره 23 يعني دوره غنيه بواحد البرنامج غني، لاول مره ان هناك واحد الكم هائل ديال الافلام سواء على مستوى الاشرطه الروائيه الطويله او الاشرطه الوثائقيه الطويله، وكذلك على مستوى الاشرطه القصيره الوثائقيه او الروائيه، فهذا شيء اللي ايجابي، وكذلك ان اول مره تدار لجنه انتقاء الافلام لانه وصلنا واحد الكم هائل ديال الانتاجات السينمائيه المغربية، فهذا شيء مفرح أننا تولي عندنا سينما مغربية بإنتاجات باش يمكننا أن نوصلوا صناعة سينمائية مغربية. هذا افتخار لي بزاف اللي كنت واجد في هذا المهرجان اللي عزيز في قلبي، لأنه مهرجان ديال البلاد وفي طنجة بواحد لا سيليكسيون ديال هذا العام ديال الأفلام في المستوى. راني شفت البروغرام يعني كيفرح هذا الشيء، وهاد الهمه وهاد الشان كيعطي البهجه للقلوب ديالنا، وفرحه كبيره بزاف ليا اللي بقى هذا المستوى ديال المهرجانات.